منبر موريتان خذ كتفي على زين حال على شباب رح يا الشعب امرح اشعل الليرات نوفمبر يشرع نحن الشعب الموريتاني بلد الاستقلال 28 ما شاء الله زين الجو زين ما شاء الله بادي من الليلة وعيد الصبح إن شاء الله عيد الاستقلال نحن الشعب الموريتاني كامل بعيد الاستقلال 28 وعيدوا علينا إن شاء الله بالخير وتقدم بلدنا سمعت إلى الأمام وتطوروا في شتى المجالات إن شاء الله أنا مهنيين الشعب الموريتاني كامل مناسبة عيد الاستقلال الوطني ذكرى 53 راني مهنى بالخصوص الرطاوي دبو والإمام الحميدي عمر الباح ومهنى جميع الأصدقاء ونتمنى للشعب الموريتاني الازدهار والنزاهة وطالبين إن شاء الله انتخابات نزيهة إن شاء الله أولاد الموريتان أبطالوا كل نهار يا وهران راح يا الشعب امرح اشعلوا الليره هذه ذكرى عزيزه عندي مزينة عندي وملحق ثوابها لجميع اصدقائي في الخارج كاملين لمستوى جميع الدول وشرف بها ونرجو ان شاء الله الموريتان تقدم زين وانتخابات جيده بمعنى شفافه ونجاح جيد ليل مشى نوفمبر فيه جبرنا الأمان وقلا فوق المنبر رايت حب وهبا واحنا فرحة عيد الاستقلال عيد وطني مثلنا ياسر خاصة لأن الوطنية إحساس يالله يعود في داخل كل مواطن وفي هذا اليوم مثل هذا اليوم الثامن 28 نوفمبر 1960 جبرنا استقلالنا وخاصة بإعلان القائد الراحل المختار الدادة رحمه الله وراني هادي العيد لجميع المواطنين والمواطنات البريطانيين والأقرباء وجميع الأحباء مباركين الشعب الموريتاني للمناسبة ومهنينه ومهنين من مهنين المسؤولين والدولة ومهنين الناس كاملة ومهنين المواطن من 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 المراعي من الشاريت التاجر الصندري لأي شيء لأي حد يخدم لأي حد من الموقع يخدم الوطن رانا مهنينه بهذه المناسبة السعيدة وشكرا قناة الساحل على اللي واكبت معنا الحدث اللي مهم شيء من أهم الأحداث اللي تقد تواكب راني مهنا الشعب الموريتاني كان بهذه الحمد لله احنا ما عندنا مشاكل في بلدنا وراني نحيي جميع اصدقائي راعي معي اللي ماشيين فرحانين بهذه المناسبه شباب راح يا الشعب امرح اشعل الليلة نوفمبر يشرح الاخلاق بالوان لك للملك ربك للحنان لبطال تبدي تسيح الشمال راح يا الشعب امرح اشعل الليلة نوفمبر يشرح الاخلاق بالوان لك للملك راح يا الشعب امرح اشعل الليرات نوفمبر يشرع الاخلاق بالوان قلب لك للمالي ربك للحنان الابطال تبدي تسيح الجبال
ديالي نانا توباك جاتني فاندام. سلم علي الشينة مت محمد محمود ولدي مع حماده والبويج يا خوسيس عنده مسيو عام في الخارج في امريكا راهم الشور. وهذه المرأة مت الحيمر والله اللي هون ما ناور في ذا الشرق ده خير من الخارج ولا خير فيهم يعيشوا في وطنهم وخاصوا الفضاء احنا اللي فينا بلادات زين يا الشارع عزيز زي ما خالك شي زي من حد يقعقع في خيمه ويتم كل ليله بدل من يسقي في الخارج كل ليله من عاطيه للفقراء والله عاطيه لاخوته ويلتهي معاهم ويعدل عشاء يعشي اولاده له في سبيل الله فوتنا حولهم وفرشهم خارج